تخبرون في نهاية الحلقة اللي راحت إن زوجة سعد انخطفت وحطينا لكم يتبع. المشكلة أن العصابة احتجت على ظهور صورتها في العمل لأن نشاطهم حتى الآن جاري، عشان كذا سلكوا لنا وكأن سعد رجع الفرح. وخلونا نكمل القصة. صباح الورد يا قلبي، هلا هلا بحبيبتي، هلا ببنيتي. وش ده يا عمري؟ ما أعرف أنني من الشمال. دائما الله يهديك قلبي، الله يهديك. هاتي أوريك، ترى المسألة بسيطة، هي فيزياء. هذه هنا باللزقة تعرفينها، هذه هنا، أيوة هذه الشمال، البسيها يلا. حاضر بابا. عرفتي؟ أي. يلا حبيبتي أنت، لا تنسي فسحتك. ها يلا حبيبتي، تبي على نفسك. يلا يا قلبي، لا تنسين ساندويتش. حلو، وراك سويتي لها ساندويتش يا بنت حلال، اعطيها مصروف وخلاص. لا، اكل المدرسه ما هو بصحي. ايش دراك انه ما هو بصحي؟ خلاص يا سعد اطلع منها. حلال مدارسهم زينه. حول ولا قوه الا بالله. الو، هلا يبا. يعني بنتك لازم تلطعني بالسياره علشان ما اخذ سيارتك؟ لا يا بعد قلبي، هذا هي طالعه لك. اي بس لا تنسى اني انا اللي شايلك السياره من يوم خدت الثانوي. الله يطول بعمرك. ادري بس انت اخذت سيارتي بعد واعطيتني سيارتك القديمه. ما هو بهذا موضوعنا، المهم اني اعطيتك سياره ولا لا؟ الا طال عمرك اعطيتني سياره. ايه، لا تقعد تمن علينا بسيارتك. ما منيت، الله يرحم امك يا يبا ويرحم والديك. بس خلاص، وما املك لك. هذه اجت، هذه طلعت. تعال تعال ترى ابو سد وخنا واشغلنا، الله يشغل العدو. تعال اركبي، يلا اركبي. اذا الخاطر سرح عنا تاكد انه راح ليك وهوم في ربع الاحلام قريب منا. دي شركة محترمة اللي انت عمال بتغني وبتزعطط فيها، في ايه مبسوط ليه؟ مبسوط يا اخي، مبسوط وفرحان الحمد لله. ايوه ليه؟ المشكلة شنو؟ ليه؟ والله يا اخي البوز هدني في الراتب الليلة. تصدق وانا معدي جنب الباب شميت ريحة خيانة، يعني زادك كام يعني؟ والله ما بقدر اقول لك، ده شيء بيخصني انا ودي شيء خاص بي انا، ما بقدر اقول لك زادني كام يا صبحي. الله، يعني نحن بعدين نتكلم عن ميزانيه السودان يعني ولا ايه؟ دي ميزانيه حصه بيني يا صبحي يا اخي. طيب. حصل يوم سالتك من راتبك ولا بتودوك كم ولا خلوك يا صبحي؟ طب يعني إيه انت عايز تفهمني انه هو اللي زودك في الراتب من غير ما انت تطلب ولا تتكلم؟ طبعا. ليه بقى؟ لانه السنه دي وفرت للشركه 13%، عشان كده ادوني زادوني في الراتب وادوني بونص. انت بتاخد بونص؟ بونص؟ انت تاخد بونص على ايه؟ على ايه؟ على ايه تاخد بونص؟ صبحي استهدى بالله، احنا كل سنة بناخد بونص يا صبحي. طب قول لي بالنسبة كده، يعني انا اخد النسبة دي ازاي؟ يعني انا حبيبك وصاحبك برضه يا ابن النيل. حبيبي حبيبي انت، حبيبي. انت يا صبحي اشتغل وتجي لك النسبة، اشتغل ووفر زي ما نحن بنعمل وبيجي لك النسبة يا صبحي. ما انا بوفر والله يا ادم، ما انا بوفر، بشرب القهوة اهو من غير سكر اهو. الله، مين قال لك ان انا ما بوفرش؟ بتوفر بوين يا صبحي؟ بتوفر بوين؟ الحسابات عندي انا. الحسابات عندي انا يا صبحي، كيف بتوفر يعني؟ بقول لك ايه، انا البرستيج بتاعي والمستوى الهيكلي الاداري بتاعي اعلى منك، ما تكلمنيش بالكلام ده. انا بقول لك اهو، ما تبصليش بالنظره دي، انا بفهمك يا ادم، وده اخر مره وده اخر انذار، ولو سمحت بعد اذن حضرتك قوم اخرج من مكتبي دلوقتي حالا اهو دلوقتي. صبحي انت مجنون؟ ايه بقى؟ ده مكتبي انا يا صبحي. يا راجل انت ما طبيعي ولا شنو يا صبحي؟ ده مكتبي انا، اقول بسم الله الرحمن الرحيم يا صبحي. باين ما شربتش القهوه بتاعتي، هرجع لك تاني يا ادم وهكفلك بالكفن بتاعك. صبحي اتفضل يا صبحي حبيبي. بطل الجواب ده صبحي، بطل الجواب ده واستخدم الله يا صبحي. ماشي يا ادم، بطل الجواب ده واستهدف الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. قطع لنا الغنية. اذا الخاطر سرح عنا تاكد انه راح ليك وهوم في ربع الاحلام قريب منا. Ta 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 ta.